كما قدم رئيس السيسي التحية لرجال القوات المسلحة وكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث وأكد رئيس السيسي أن العلاقة بين الشعب والجيش تعد أمرا مقدسا وضامنا لأمن الوطن واستقراره فيما وجه التحية إلى أرواح الشهداء تقديرا لتضحياتهم بحياتهم لحماية الوطن ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر اوجه تحيه يملؤها الاجلال والاحترام الى كل من ساهم في صنع اعظم ايام مصر في تاريخها الحديث وتحيه يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحه المصريه تلك المؤسسه العسكريه الوطنيه التي اتشرف بأن أكون ابنا من أبنائها وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحسن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمرا مقدسا وضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره، وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا.